السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم. جرت يوم السبت 3/9/2022 مراسم توديع جثمان العقيد الطيار عمار عاصي حمدان الذي وافته المنية إثر حادث غرق أثناء تدريبه في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا خلال مهمة تدريبية كان يفترض أن يخوضها قرب ولاية فلوريدا الأمريكية. قبلها الجيش العراقي أعلن عن تحقيق مشترك مع الجيش الأمريكي لمعرفة ملابسات هذا الحادث. عن هذا الموضوع ستدور رحى حلقتنا لهذا اليوم، حلقتنا التي جاءت بعنوان يا نهر اللي بلع عقيد عمار. معكم علاء فاضل، وفي الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما العادة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال حمل عنوان أين الدولة من مسلسل اغتيال الطيارين العراقيين بأمريكا، الكاتب وليد الطائي. أين الدولة من مسلسل اغتيال الطيارين العراقيين بأمريكا، الكاتب وليد الطائي. أثارت الوفاة الغامضة للطيار العراقي عمار عاصي في أمريكا أثناء بعثة تدريبية قبل أيام الأسئلة عن عمليات اغتيال ممنهجة للطيارين العراقيين، وهذه ليست المرة الأولى التي يتوفى فيها طيار عراقي أثناء التدريب خارج العراق، حيث توفي عام 2017 الرائد الطيار نور فالح الخزعلي بعد تحطم طائرته طراز F-16 أثناء التدريبات في إحدى الولايات الأمريكية. قبل ذلك وفي عام 2015 تحديداً، لقي العميد الطيار راصد محمد صديق مصرعه بعد تحطم طائرته في ولاية أريزونا بأمريكا. اللافت أن الطيارين الذين يتوفون هم من أكفأ الطيارين في العراق، وممن قادوا الكثير من الغارات ضد تنظيم داعش. مرحبا بكم مرة أخرى، وانضم معي للترحيب بضيوف الأكارم الأستاذ حسين الكناني رئيس مركز الهدف للبحوث والدراسات، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي الفارس. مرحبا بكما ضيفين كريمين. أستاذ حسين، هذه مو المرة الأولى اللي تحدث بها عمليات اغتيال، إذا افترضنا أنها عمليات اغتيال للطيارين العراقيين اللي يتدربون بالولايات المتحدة الأمريكية. تفاصيل الحادث طبعا مبهمة، ترى ما هي دوافع الاغتيال ولمصلحة من؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم. مرحبا بك. الكرام، طبعا عادة ما تقع الحوادث، وبالتالي وقوع حادث خصوصا في مسألة التدريب باعتبار أنه هنالك يعني سلسلة ممارسات قد تكون خطرة إلى حد كبير، وبالتالي مسألة وقوع الحادث مسألة عقلائية واردة جدا، لكن الغير عقلائي والغير مقبول يعني والذي لا يمكن أن يتم قبوله أو يتم تعقله هو مسألة تكرار الحوادث، خصوصا في مسألة باعتبار أنه لابد أن تكون هنالك مسألة الأمان، خصوصا في مسألة الطيران، ولذلك يعتبر الطيران من أكثر وسائل النقل أمانا. نعم. السبب أنه يعني الإجراءات السلامة والأمان هي بأعلى مراتبها، بالتالي لا يمكن السماح ولو 1% للخطأ أو الإهمال أو عدم الاهتمام. وهذا ما يطرح أن الأسئلة هذه تتكرر، ما هو السر وراء تكرار هذه الحوادث، خصوصا أنه هؤلاء هم ليسوا متدربين جدد، وإنما أغلبهم هم طيارون ممارسون. هذا يعني أنك أنت يعني مع نظرية الاغتيال. نحن نثير هذه الأسئلة، وبالتالي نحن لا مع الاغتيال ولا عدم الاغتيال، وإنما نحن نطرح أسئلة. نعم. أنه تارة الحادثة ابتداء وقوع الحوادث مسألة واردة، نعم، لكن مع وجود قرائن أخرى تشير على أن هنالك فعل وهنالك قصدية، ومسألة مريبة حقيقة بقتل أو قتل هؤلاء المتدربين. ابتداء أنه من هي الجهة التي تريد قتل هؤلاء؟ وما هي الأسباب؟ نعم، هذا سؤال جدا مهم. نعم. عادة ما
لاحظنا هنالك تنصل من قبل الإدارة الأمريكية بتطوير الجيش العراقي بصورة عامة واضح. نعم واضح. من خلال عدم تسليحه، حتى الدبابات التي اشتراها العراق بأمواله ما جهزتها حتى بالذخيرة، وهذا خير دليل ما شاهدناه في المعارك مع داعش. مسألة الطائرات وهي طائرات تم شراؤها منذ سنين وليس تعاقدوا عليها وتم تأخيرها إلى ما بعد الانتصار على داعش. نعم. وتذرعت. نعم. بالتالي أكو نوع من القصدية لدى الإدارة الأمريكية بعدم تطوير الكفاءات الجيش العراقي سواء على مستوى العدة أو مستوى العدد وحتى على مستوى الكفاءات والخبرات التي ممكن أن تشكل فارقا في يعني في المعارك أو في المواجهات. ومن هنا أنا أعتقد أنه هنالك شبهة اغتيال ترتكبها بعض الجهات التي لا تريد لأن تكون هنالك بعض الطيارين الأكفاء. هذا قد يكون سبب، وسبب آخر قد تكون هنالك عمليات تجنيد أو عمليات محاولة تجنيد ممكن أن تكون هي سبب وراء قتل الكثير. يعني تقصد فيما لو عرضت هذه المحاولات ويرفض الطيارين؟ نعم ممكن أن تكون عملية 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 إغراء أو عملية يعني تجنيد لبعض الطيارين، أو على الأقل عقيدة الطيار لابد أن تكون تنسجم مع العقيدة الإدارة الأمريكية باعتبار أنه هذا سوف يحمل سلاح أمريكي، هم لديهم خصوصية طبعا بهذه الأسلحة، ولا يريدون أن يكون من يدير هذا السلاح بعيد عن العقيدة الإدارة أو الثقافة الأمريكية، وبالتالي يتم استبعاد أي طيار لقد لديه رؤية خاصة أو لديه بعد عقائدي قد يكون خاص أو لديه بعداً وطنياً. بعداً وطنياً. إذن من حيث المبدأ يتم استبعاد هؤلاء بطريقة أو بأخرى. من حيث المبدأ كأنك تريد أن تقول بأن القرائن تشير إلى أن هناك شبهة اغتيال. أستاذ علي الفارس مرحبا بك. مرحبا. ليش يتم تصفية الطيارين العراقيين يعني بطريقة الوجبات الباردة الأمريكية؟ ليش يزج بطيارين برتب عالية بهذه الدورات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك أستاذ ومرحبا بك ضيف الكريم. طبعا في الواقع نحن نعرف أن أمريكا هي تعتبر العدو الأول للعراق. أمريكا تعتبر هي المهيمنة أو اللي تحاول بسط نفوذها في كل المنطقة. فإحنا لما نأمن كل ما نأمن لأمريكا ودوافع أمريكا وماذا تخفي أمريكا للعراق وماذا فعلت أمريكا في العراق من الأيام التسعينات والألفين بداية الألفين. تاريخ أسود. تاريخ أسود. يعني إحنا أنا أتعجب إنه بعض السياسيين أو بعض أخوتنا أو بعض العراقيين إنه يؤمن لأمريكا، وهي أمريكا لا يؤمن لها. أمريكا من التسعينات لحد الآن هي أعداء، يعني هي عدو. عدو إلنا. حتى بحرب الثمانين أمريكا كان دافع الأول لشن الحرب ضد إيران. نعم. دعم النظام السابق. تاريخ اتضح يعني. يعني اليوم أنا إذا أشوف شخص أو بالمعنى إنه شخص هو عدو إلي وشخص يريد لي الأذية، ليش أؤمن به؟ شلون أنا أبعث وشلون أنت الحكومة العراقية تبعث هذول الطيارين الكفاءات إنه تتدرب في أمريكا؟ لا، والمشكلة أستاذ علي المشكلة إنه يوجد بهذه الدورات رتب رفيعة كبيرة يعني. يعني هي امريكا تحاول تصفيه حسابات خاصه في بعد ما انه حرب داعش انتصر الحشد والقوات الامنيه يعني العراق بصوره عامه على تنظيم داعش الارهابي. نحن نعرف انه تنظيم داعش هو صنيعه امريكيه. القوه الجويه العراقيه قبلت بلاء حسن قضت على داعش. هنالك ضربات كلش قويه وكانت كسرت ظهر داعش، خاصة هؤلاء الطيارين الذين استشهدوا في أمريكا، يعني لهم باع طويل في التحرير. لذلك أمريكا نحن نقول ما أعرف إنه أمريكا اللي بعثت إنه أرسلت عليهم لغرض التدريب أو الحكومة العراقية هي اللي بعثتهم. هنا السؤال ما حد يعرفه. يا أما الحكومة العراقية أرسلتهم لغرض التدريب بينما هم قادة القوة الجوية. هذه أعتقد باعتبارها مخرجات الاتفاقيات العراقية الأمريكية أن تقوم الولايات المتحدة بتدريب الطيارين العراقيين، وكما هو الحال في تدريب باقي صنوف الجيش العراقي. الشهداء الله يرحمهم اللي أرسلتهم الحكومة العراقية الحكومة الأمريكية هم باب لإنتاج قادة جدد لقيادة الطيران. يعني مو إنه هستوى إنه رايح يتعلم يطير أو يتعلم يقصر. يعني هو عنده خبرة. إحنا العراقي الحمد لله والشكر من ندخل في موضوع معين تكون عنده خبرة. العراقي شجاع. نعم. العراقي يشتغل بعقله، يشتغل بايده، يشتغل بتفكيره. فهذول ماكو داعي او ماكو حاجه ماسه انه ذول يدربون بامريكا. هو عندنا رتب اقل.
أرسلهم لأمريكا ليدربون. ليش هذا القائد اللي شارك في حرب داعش واللي قضى على داعش ليش رسلناه؟ من باب ثاني المفروض تكون جريمة اغتيال أو اختفاء لطيار عراقي على رتبة معينة أو كفاءة معينة، لا ماكو تحقيق عراقي الحكومة العراقية، ماكو مباحثات، المفروض الحكومة الأمريكية تجري تحقيق. الحكومة العراقية تدخل ضمن هذا التحقيق، شنو النتيجة اللي وصلت إليه؟ حكومتنا ليش ما جاءت تستمر بالتحقيقات؟ وين النتائج مالتهم؟ شيء مجهول. جيد أستاذ حسين، المستشهدين طبعا هم من أكثر الطيارين العراقيين اللي اشتركوا بقتال داعش وكبدوها خسائر فادحة. طيب ليش يتم استهداف هذه النوعية بالتحديد؟ واضح انه داعش هو صناعه امريكيه، وهذه ليست يعني بشهاده مسؤولين حتى بالاداره الامريكيه. بيل كلينتون ذكرت بشكل واضح نحن من صنعنا داعش، قبلها صنع القاعده، وبالتالي حتى ترامب الرئيس الامريكي ذكر انه داعش صناعه امريكيه. فتحت لهم المطارات وكان هنالك دعم كبير حتى في المعارك، معارك المواجهه مع داعش كانت هنالك بعض المناطق محظورة على الطيران العراقي، وللآن حتى هذه اللحظة مثل وادي حوران وكثير من الأودية اللي تعتبر بؤرة، ما زالت بؤرة حقيقة للإرهابيين، يمنع الجيش العراقي والطيران العراقي من استهدافها. بالإضافة أنه يعني الكفاءات كما ذكرنا قبل قليل أنه تحاول قدر الإمكان أن لا تكون هنالك كفاءات كبيرة سواء على مستوى الدفاع الجوي أو على القوة الجوية وعلى مستوى الطيارين، بالتالي تحاول قدر الإمكان أن تتحكم الإدارة الأمريكية بالمنظومة العسكرية، وواقعا هي متحكمة. اليوم الأجواء العراقية للإضافة الكثير من القضايا هي تحت النفوذ الأمريكي، هذه حقيقة لابد أن تكون واعية لدى أغلب الناس. مسألة الطيارين، وكان من المفترض عمليات التدريب وعمليات التطوير هي تأتي ضمن عقود التسليح. نعم. عندما تشتري من سلاح تكون ملزمة، الجهة تكون ملزمة بعملية العمل على هذه المعدات، فبالتالي من ضمن كلفة التدريب تكون مدفوعة من قبل الحكومة العراقية. نعم. يذهبون يعني يتم ابتعاث الطيارين سواء كانوا المتدربين الجدد أو حتى اللي الآن عندما يأتي سلاح جديد، سلاح لم يكن مستخدم أو أسلحة حديثة، يتم إبعاث حتى الضباط القدامى. هناك دورات للتطوير وللإطلاع على هذه الأسلحة واستخدامها، هذه ضمن الشروط، لكن مسؤولية الأمن هؤلاء تقع على الإدارة الأمريكية بالضبط. بالتالي بغض النظر عن سواء كان متدرباً قديمة يعني جديد بدورات الشباب الجدد أو من ذوي الخبرات الكبيرة أو الضباط الكبار، مسؤولية أمن وسلامة هؤلاء تقع على الإدارة الأمريكية. ونحن كما ذكرنا قبل قليل قلنا الحوادث قد تقع، لكن تكرار هذه الحوادث يفسر لنا على أن هنالك قصدية بعملية تصفية بعض الضباط أو بعض القيادات التي تعتقد أنه كان لها دوراً قاسيا على في عمليات التحرير، وبالتالي يتم استبعاد الكفاءات الكبيرة من الجيش العراقي. عمليات الاستهداف مستمرة سواء كانوا على مستوى يعني القوات البرية او حتى على القوى الجوية، هذا مبدأ واضح يعني بالنسبة للإدارة الأمريكية، ويتضع الكثير من القيود حتى في نوعية السلاح، ولا تعطي للعراق السلاح بنفس الكفاءة. يعني مثلا طائرة الاف 16 اللي موجودة في العراق هي غيرها اللي موجودة عند الجيش الامريكي. بالتأكيد. وهي غيرها اللي موجودة عند الكيان الصهيوني. نعم صحيح. وبالتالي هذه يعني التقنية تختلف، ويعني مسألة التحكم بهذا السلاح لابد ان تكون تحت سيطرة الادارة الامريكية. هي تتحكم بالسلاح، لابد ان تتحكم بقائد هذا السلاح. هذا يفسر لنا على انه هنالك قصدية بمحاولة منع وصول نوع من الطيارين. طبعا مسألة جدا مهمة ذكرتها. نعم. كما تتحكم بالسلاح ينبغي لها أن تتحكم بمن يقود هذا السلاح. نعم. أستاذ حسين الكنان، أستاذ الفارس، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال آخر حمل عنوان من المسؤول ولمصلحة من يتم قتل الطيارين
العراقيين الكاتب الحقوقي علي الفارس. من المسؤول ولمصلحة من يتم قتل الطيارين العراقيين؟ الكاتب علي الفارس. استهداف الطيارين العراقيين بين الولايات المتحدة وإسرائيل حلقة في مسلسل استهداف الطيارين المشاركين في حرب داعش. لماذا الاستهداف بعد اكتمال الدورات التدريبية؟ أين هي ردود الأفعال العراقية؟ يجب أن يكون هناك موقف جاد من الحكومة العراقية بتشكيل لجان أممية لمعرفة تلك الأسباب وملابسات تلك الحوادث التي باتت تتكرر بكثرة مع الطيارين العراقيين، ويجب أن يكون هنالك حد من إرسال الطيارين إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستبدالها بدول ذات علوم عسكرية وذات خبرة أكبر للحد من ظاهرة مصرع الطيارين العراقيين. مرحبا بكم مرة أخرى، كما أجدد الترحيب بضيوفي الأكارم. أستاذ علي، استهداف الطيارين العراقيين بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في مسلسل استهداف منتظم، تعتقد أكو إيد لإسرائيل بهذا الموضوع؟ يعني شيء أكيد. إحنا دائما نسمع اغتيال الطائر القائد الفلاني، استشهاد، هاي الأحداث نسمعها دائما عن طريق القنوات الأمريكية أو القنوات العراقية. بس النتيجة ما كنا نتيجة إن التحقيق والطائر شلون استشهد، الطائرة شلون وقعت، هاي الأمور كلها ما توصلنا لحد الآن. ولا الحكومة العراقية أعلنت بصورة صحيحة وصريحة إنه اغتيال مع الطائر. إن وزارة الدفاع العراقية أعلنت عن أنها تطالب الجانب الأمريكي بإجراء تحقيق مشترك، بس ما كنا نتيجة. ماكو. 2015 و2017 نفس الحالة. ومن يقول أكو تحقيق يعني؟ أكيد ماكو. طيب. أكيد ماكو. طيب. إحنا نقول إنه إسرائيل وأمريكا إلها اليد الطويلة في استهداف الطيارين العراقيين، شيء أكيد. إحنا في الأوان الأخيرة إنه الطيارين العراقيين أكفاء سيطروا على السماء العراقية، بدأوا يشتغلون شغل صحيح، طيارات موجودة تقريبا حوالي 34 طيارة صارت لحد الآن إحنا ماخذين من أمريكا حسب ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية. هاي الطيارات بها قادة عراقيين يقودون الطيارات. أكو ضربات قاضية لداعش. أمريكا وإسرائيل أنه أصبحت في موقع أن تقول إحنا إذا سلمنا الجو للعراق إحنا راح نخسر الغطاء الجوي، وإحنا كذا مرة شفنا أن الطيارات الإسرائيلية استهدفت قطاعات الحشد على الحدود. نعم بالتأكيد استهدفت قطاعات الحشد، ليس الحشد وحسب، إنما حتى القوات الأمنية والعسكرية الأمنية كذلك. نعم. لا يوجد رد من الحكومة العراقية على هذا الاستهداف. نعم. لا يوجد رد الحكومة العراقية على الاستهداف، إنه معناها إنه أمريكا وإسرائيل لا تريد للعراق أن يكون قوة على الأرض ولا في الجو. وهنالك استهداف منهج واستهداف مستمر وسوف يستمر. إذا ما لأنه العراق لازم يخلي حد. نتساءل إحنا مرات نقول إنه أكو أغلب القوات الأمريكية أو الحكومة الأمريكية أعلنت إنه القوات الأمريكية الموجودة في العراق هي لغرض التدريب أو مستشارين. نعم بالضبط. لماذا لا يكون التدريب في العراق؟ جيد. قواعد موجودة. طيب. قواعد الأمريكية موجودة. طيب. قواعد العراقية موجودة الخاصة بالطيران. لماذا لا ينقل التدريب في العراق؟ لماذا تطلب الحكومة العراقية؟ أو في أي دولة أخرى؟ في أي دولة تختارها الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع الحكومة العراقية. زين. للحفاظ على القادة الطيارين. هذا السؤال لازم إحنا نوجه للحكومة. طيب. أستاذ حسين. اتفاقيات التعاون العراقية، طبعا اتفاقية الإطار الاستراتيجي اللي عقدت في 2011 والاتفاقية الأخيرة نصت على التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مجال تبادل الخبرات سواء كانت الثقافية وحتى التقنية والتدريبات. ونعرف انه هاي الدورات مكلفة على الجانب العراقي، لكننا لم نسمع شيء عن التعويضات فيما لو حصلت خسائر، باعتبار أن الولايات المتحدة ضامنة للمتدربين. يعني أكذوبة الاتفاق الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الاتفاقية أرادتها الإدارة الأمريكية كي تعطي شرعية لبقائها في العراق. هذه الاتفاقية لم تلتزم ولن تلتزم الإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي ببنود هذه الاتفاقية. هي تحاول عادة الالتفاف حول هذه الاتفاقيات، تتنصل عن التزاماتها بهذه الاتفاقية. هي تحاول أن توظف الفقرات لصالحها بشكل أو بآخر، وبالتالي هي أرادت أن تعطي شرعية لبقائها بعد أن تعالت الأصوات
سواء على مستوى الحكومة، حكومة السيد عادل عبد المهدي ذكر بشكل واضح وصريح أن وجود الإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي في العراق يشكل خطر على أمن وسلامة بعد تكرار عمليات الاستهداف وعمليات القتل للجيش العراقي والقطاعات الأمنية. أيضا صدور قرار من البرلمان العراقي بضرورة إخراج القوات الأجنبية من العراق. بالتالي تستخدم الإدارة الأمريكية هذه الاتفاقية كي تعطي شرعيتها ولا تلتزم كما ذكرت بأي بند يتعلق بالتسليح تسليح الجيش العراقي، وأيضا لا تلتزم بعمليات التدريب، بل على العكس أصبح التدريب يعني يقلق المبتعثين خصوصا للولايات المتحدة الأمريكية مع تكرار عمليات الاغتيال وعمليات القتل الغير مفهومة، مع عدم ومع تنصل أيضا الحكومة العراقية من التزاماتها وعدم متابعة هذه عمليات مسؤولياتها أساسا، عدم متابعة تحقيقات يعني كشف الحوادث التي هذه من خلال التحقيقات اللجان كشف عن اللجان التي تقوم بها. كل هذه الإدارة الحكومة العراقية في وادي آخر، يعني هي قالتنا مسلمة الصاية والصرماية للإدارة الأمريكية. ما أعتقد أن الحكومة العراقية تجرؤ على أن تطلب تحقيق أو تشكك بالتحقيق أو تكون شريكة بالتحقيق. نعم ممكن يكون مع أن ذلك حق ملزمة الإدارة الأمريكية ملزمة بحماية هؤلاء، هي ملزمة مدانة، لكن الحكومة العراقية لا تفتح على نفسها هذا الباب، وممكن أن ترسل لها عبر الفاكس نتائج التحقيقات اللي تجريها الإدارة الأمريكية ويغلق هذا الملف بشكل نهائي ولا تقوم بتا. في النهاية أعتقد أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية فاشلة استفادت منها الإدارة الأمريكية والجيش طبعاً الأمريكي. طبعا على قول أحد الأساتذة السابقين على قول أحد الأساتذة يقول أنه الولايات المتحدة إذا أبرمت اتفاق مع أي دولة فإنها تلتزم فقط في الفقرات التي تخصها التي تصب في مصلحتها ولا تلتزم بالفقرات التي تصب في مصلحة الدولة. واقعا هو هذا اليوم إحنا الجيش العراقي مع حجم الإنفاقات الكبيرة على التدريب والتسليح لاحظنا كيف كان منكسرا عندما واجه داعش. ليست لديه يعني أكذوبة التسليح وأكذوبة التدريب والبعثات اللي رايحة وراجعة للأردن وغير ما طلعنا فقط بجهاز مكافحة الإرهاب، وكانت ألويته قليلة جدا، غير يعني لا تنسجم مع حجم المخاطر وحجم وساحات القتال التي تحتاج إلى يعني أعداد كبيرة لولا الحشد الشعبي اللي ملأ الساحات وسد الثغرات وازن كافة المعادلة. نعم وغير المعادلة، غير المعادلة العسكرية. والإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي مع وجوده في قواعد قريبة من مناطق داعش يتفرج على انكسار الجيش العراقي، لم يقدم دعما للجيش العراقي، بل على العكس كما لاحظنا هنالك أكثر من 52 عملية استهداف لقطاعات الجيش العراقي مو حشد شعبي، فرق عسكرية استهدفت وتم الكثير بعض الشهادات بعض الضباط في المعارك نقاط محددة. أي فصيل من الجيش العراقي أو سرية تقترب من بعض الأهداف اللي إما لقيادات داعش يتم منعهم، يتم استهدافهم. هذا ما ذكره أيضا المرحوم القائد الشهيد أبو مهدي المهندس، شهادات للضباط أنفسهم، هذه هم ضباط في الجيش العراقي كنا نرى بأعيننا كيف يلقون عليهم يتم استفادة على الدواعش الأغذية والأعتداء وما إلى ذلك. أستاذ علي هاي تعتقد، أنا عندي سؤال كلش مهم اللي هو يعني الجيش الأمريكي تكفل بعملية التدريب للجيش العراقي منذ العام 2003 وإلى يومنا هذا ولم تنتهي عمليات التدريب، ولاحظنا كيف مني الجيش العراقي بهزيمة في الموصل إبان مهاجمة داعش، رأينا أيضا كيف انهزمت القوات الأفغانية أمام طالبان، والقوات الأفغانية أيضا هي مرتبطة بعقود تدريب وما إلى ذلك. شنو الفائدة يعني أنا أرتبط باتفاقيات تدريب وبالتالي تنهزم الجيوش؟ أعتبرها صفقات سياسية، صفقة سياسية مالية، إنه أمريكا تملي العقد
نعم. هي اللي تمني، هي اللي توقع، هي اللي تنفذ. الحكومة العراقية شكل لحد الآن مثل ما ذكرت، لا تدريب، لا أسلحة، لا اعتاد مثل ما تفضل الأخ الكريم إنه نفس نوعية الطيارات اللي هي عتب تطونها ما يطونها، فهاي كلها صفقات سياسية، صفقات تبرمها أمريكا وتخلص عقودها بإيدها. يعني طيب. الحكومة العراقية يعني مشون المستمع جيد. لحد الآن ما شفنا القوات العسكرية العراقية الجيش إنه استفاد من القوات الأمريكية. ماكو أي فائدة. ما هو هذا السؤال. ماكو فائدة. ما دام إذا هي صفقات سياسية. فشنو؟ صفقات سياسية. بعلم الحكومة. وتكبد العراق خسائر مادية. مادية كلش كبيرة. نعم. كلش كبيرة. سواء في الأموال أو حتى في كفاءات. في الأموال. رجال. وفي الرجال كفاءات و. يعني إحنا نقدر نقول. هاي الصفقات السياسية اللي راد السيطرة بها أمريكا على أو تثبت وجودها بالعراق من خلالها إنه تتبقى القواعد، تتبقى القوات على الأساسية تدريبية، تبقى هنا في العراق موجودة لتحافظ على مكانها وقواعدها وتحافظ على استثماراتها وتحافظ على أمورها الغير شرعية بالعراق. وكذلك إحنا اليوم نرى إنه أمريكا خسرت الأرض بالعراق. طيب. اليوم أمريكا خسرت الأرض بالعراق. شو بقى عندها؟ بقى عندها بس الفضاء. نرجع لموضوع الشهيد. نعم. بقى عندها بس الفضاء اللي ما تقبل انه القوات الجويه العراقيه تسيطر عليه. اي طيب السؤال المهم الاخر، تعتقد اكو يعني اكو ايد للكيان الصهيوني؟ ومدى علاقه هذه، مدى علاقه تطور قدرات الطيارين العراقيين بالامن القومي الصهيوني؟ يعني عرفنا الايد الخبيثه هي الايد الصهاينه. طيب أي إيد خبيثة تكون موجودة بالعراق أو بالوطن العربي أو أي في المناطق المحتلة في الوطن العربي هسه مثل اليمن وفلسطين. نعم. ولبنان وسوريا. نعم. فهي الإيد الإسرائيلية الصهيونية هي الإيد الخبيثة اللي هي تنفذ تنفذ تحت غطاء قانوني أمريكي. تحت غطاء الأمريكي، الشرعية الأمريكية اللي هم شرعيتهم مو شرعيتنا إحنا. يعني إحنا اليوم ما نقبل بالقوات الصهيونية أو الإسرائيلية تكون موجودة أو طيارات تطير بأجوانا. بس أنت من تتكلم يقول لك هاي طيارات أمريكية. إذا شنو؟ إذا اليد الخبيثة الإسرائيلية الصهيونية موجودة. جيد. المسافة بين العراق والكيان الصهيوني مسافة قريبة نسبياً، فهل يشكل ذلك يعني عبئاً على الكيان الصهيوني فيما لو امتلك قدرات أو طاقات تدريبية يهبط على صعيد الطيران بشكل كبير؟ يعني الساعة تعتبر إسرائيل والصهاينة تعتبر العراق عدو لها. ما أتصور أن تعتبر صديق، ما أنك تعتبر عدو. فكل قوة أو كل سيطرة بالعراق يؤذيها، يأثر عليها، يأثر عليها سياسيا، عسكريا، اجتماعيا، اقتصاديا. يأثر العراق إذا أصبح في المنطقة إنه المنطقة شجاع وقوي ويعيد هيبته ويعيد قوته كلها، يأثر على المنطقة كلها. جيد. ضيوف الأكارم، أنتم أيضا أيها الأحبة، تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان أعظم الكوارث، الكاتبة لما يعرب محمد. أعظم الكوارث، الكاتبة لما يعرب محمد. بكل المقاييس لم يكن في نية أمريكا وأبجدياتها عند دخولها العراق أي شيء إيجابي تجاهه، بل كان على العكس من ذلك. ولنا دلالات كثيرة، أهمها عمليات اغتيال الكفاءات التي سبق ذكرها آنفا، وهي نتيجة طبيعية لأي غزو، وآخرها قتل الطيارين العراقيين. إن التوجهات العدوانية ونزعة الانتقام لدى الأمريكيين شجعت بل استهدفت تصفيتهم عن طريق القتل دفعة بعد أخرى وبصورة متقطعة، خشية من تأسيس بيئة صالحة ومنتجة تملك مهارة تقنية وخبرة عالية في زرع طاقات فعالة وكفوءة للبلد. هذا ما حققته حرب أمريكا وأورثته للعراقيين. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد ترحيب بضيوف الأكارم. أستاذ حسين، خلي أقرأ لك مقطع من أحد التقارير التي كتبت حول الموضوع. يقول عدد العلماء والخبراء الذين طالتهم الاغتيالات
وفق الوثائق المسربة دوليا إلى 350 عالم نووي، 80 ضابط طيران من القوات الجوية العراقية. أكدت الوثائق على قيام الموساد باغتيال 530 عالم عراقي وأكثر من 200 أستاذ جامعي وشخصيات أكاديمية ما بين 2003 و2006، كما لم تكتفي بالاغتيال بل عملت على استقطاب وإكراه أعداد كبيرة من العلماء للعمل في مراكز أبحاثها، ونقلت أمريكا جوا 70 عالم عراقي خارج العراق. أنا أرجع إلى نظرية المؤامرة، ما المانع أن تكون هذه من تلك العمليات استهداف الكفاءات والعلماء؟ هذه بدأت في يعني بعد التسعين. نعم. وكان هنالك عمل دؤوب على استقطاب، لكن اتضح بشكل جلي بعد. نعم، باعتبار انه مشروع العراق تم الاعداد له يعني بعد التسعين او قبل يعني بدايه التسعينات. كان هنالك هدف استراتيجي للاداره الامريكيه بضروره التواجد في العراق والمنطقه، وتحقق لها الهدف طبعا واضح اليوم القواعد الامريكيه ببركه النظام السابق. نعم، يعني ببركه. لكن هذا الملف، ملف الكفاءات والعلماء، وهذا ملف طبعا ملف كبير ومعقد. نعم. واستخدمت به الكثير من الجهات يعني داخليه وخارجيه طبعا من اجل استهدافهم، اما من خلال عمليات الاعتقال او الاغتيال او التهجير او يعني الهجره، هجره الكفاءات. ولاحظنا اليوم احنا العراق ليس يعني بمختلف التخصصات، تفريغ البلاد من الكفاءات هذا إلى غرض. التقرير يقول هو هذا إجلاء قسري لبعض العلماء. إلى غرض. وشو نعم. الغرض؟ نعم. اليوم أنا من أجل أستهدف البنية التعليم، من أجل أستهدف العلماء. الغرض أن يكون العراق بلد جاهل. نعم. لا يستطيع النهوض. بمن البلد بمن ينهض؟ ينهض بعلماء. بعلماء وكفاءاته وقدراته. عندما تخرج الكفاءات ويخرج العلماء يبقى الجهلاء. ويبقى ويبقى الأميون والمتعصبون، وهؤلاء لا يبنون دولة. اليوم أغلبية الشعب العراقي مع الأسف يعني حقيقة يعني مو الأغلبية وإنما جزء كبير من الشعب العراقي ليست لديه الرؤية الواضحة، وحتى على مستوى السياسيين يعتقدون إنه التعامل مع الإدارة الأمريكية في بناء الوطن مسألة ضرورية، وهذا خطأ كبير على مستوى حتى السياسيين. أمريكا لا تبني العراق ولن تبني العراق ولن تبني ولا نعم، لأنه العراق أن يكون قويا عسكريا أو يكون قويا اقتصاديا أو أن يكون قويا من حيث مراكز الدراسات والبحوث والجامعات. اليوم لا نشوف الهجمة الكبيرة على التعليم وعلى التربية. اليوم أصبح لدينا جيل مع الأسف حقيقة لا يقارن بالأجيال السابقة من حيث الكفاءة العلمية والقدرة على البحث والدراسة. لا يوجد حقيقة، لا توجد مقاربة بين الخريجين الجامعات الحاليين مع السابقين، بسبب أنه تم استهداف، أكو استهداف ممنهج للتعليم، بالتالي هذه المؤسسة لا تستطيع أن تخرج لك علماء ولا تستطيع أن تخرج لك يعني كفاءات، وبالتالي يبقى العراق، تبقى العراق دولة ضعيفة منقسمة، وهذا كله حتى تستطيع أن تطبق الأجندة الأمريكية في العراق، تستطيع أن تفرض. ويعتقد اليوم يعتقدون حتى على مستوى السياسيين يعتقدون أنه لا وجود لدولة عراقية إلا برعاية أمريكية. نعم. ويعتقدون حتى على مستوى تسمية رئيس وزراء، وهذا على مستوى الكثير من القيادات، يعتقد أنه لابد أن يكون رئيس الوزراء العراقي مقبولاً أمريكياً. نعم. وهذه كارثة الكوارث. هذه كارثة الكوارث. على الخط أيضاً بريطانيا. هذه كارثة الكوارث. اليوم نحن نصل إلى هذا المستوى، نعتقد أنه حتى نبني الوطن لابد أنه أن تكون أمريكا راضية، وهي راعية للعملية السياسية، وهي راعية لبناء الدولة العراقية، وهذا وهم كبير وجهل كبير على مستوى السياسيين الذين يعتقدون رضا أمريكا ضرورة في بناء دولة أو استقرار دولة، وهذا خطأ لا يمكن القبول به. أمريكا تعمل ليست من مصلحة أمريكا، ليست من مصلحتها الاستراتيجية،
أن يكون العراق قويا، لو كان العراق قويا سوف تخرج القوات الأمريكية بالضرورة. أنا أريد أتحدث وياك عن معادلة القوة مع الكيان الصهيوني. أنتقل الآن مع الأستاذ علي الفارس، ليش ما تم الإعلان عن الحادث حال وقوعه؟ ليش تأجل قرابة الشهر الإعلان عن الحادث؟ يعني أكيد أكو حد وراء جنب القوات الأمريكية أو الحكومة الأمريكية أخفت الإعلان أو أخفت هاي. أنا حسب ما سمعت أنه حتى ما يوصل الخبر الذوي هاي بعض يقولون أنه أهلك بار ومرضنا يعني هو بالنهاية يعني هو ميت واستشهد الأخ يعني. استشهد بعد هو ولازم توصل الجثة مالته راح تجيب له جثة يعني شلون؟ راح تجيب له. فهذا هو عملية الاستشهاد أو طريقة الاغتيال كانت مخالفة للدورة اللي راح لها. يعني هو قائد جوي، هو يعني قائد طيران، يعني حسب ما سمعت أنا أنه عملية الاغتيال صارت في نهر. ما أعرف يعني هو الرجل يعني رايح يدرب على سفينة طائرة بالسماء، فشنو القائد الطيار يعني يكون رجل غرق وراء أيام يلا طلع وسائل الأمان يعني كافة نعم. لابس يعني حتى إذا سقط في نهر همين وسائلك وسائل نجادة وأكو غير شي كلها موجودة عنده. ماذا ليش تحول التدريب من الجو إلى بحري؟ ولماذا بقي كذا يوم مثير بالنهار حتى يلا أعلنوا أنه هو طبعا أستاذ علي يعني بعد أيام يلا انتشلوا الجثة من النهر. شنو اللي يثبت انه هو بعد ايام؟ شنو يثبت انه هو مات بنفس الساعه؟ شنو يثبت انه ما انخطف وصرحوا انه هو استشهد بالنهر؟ تصوير لكم لا يوجد تصوير، لا يوجد افلام انه اثبت انه هو استشهد بالنهر او انه هو عن طريق قارب او انه بقى اسبوع او اسبوعين. يعني الاغتيال كله مبهم لحد الان. هاي الفتره اللي اخذوها شهر يعني هواي امور جزء تغيرت بيها خلالها خلال هاي الفتره جزء هواي امور تغير، هواي امور حدثت. شنو الهدف من تاخير الاعلان؟ ما اعرف ما تعرف. جيد. استاذ حسين، عام 2015 لقى العميد الطيار راصد محمد صديق. عام 2017 الرائد الطيار نوح فالح الخزعلي. واليوم العقيد الطيار عمار عاصي المجمعي. ليش تكرر ذات السيناريو وفي ذات المكان الولايات المتحدة الأمريكية؟ تكلمنا احنا بهذا الموضوع مشكلة يعني. نعم تكلمنا قلنا انه انا بس ردت اذكر عدد احنا تكرار الحوادث نعم. نحن استفاد نحن نستفيد نعم. نحن نستفيد من تكرار الحوادث على انه هنالك شبهة اغتيال وهذا ذكرناه في بداية الحلقة. مسألة سلامة الطيارين تقع على الحكومة الإدارة الأمريكية، وبالتالي تكرارها يشير على انه هنالك عمليات تصفية مقصودة من قبل هسه سواء كان الكيان الصهيوني، سواء كانت الإدارة الأمريكية نفسها، سواء كانت اكو جهات لا قد تكون جهات متنفذة لديها نفوذ ولديها يعني أذرع داخل الدورات، وبالتالي نوع من أنواع التصفية قد تكون طائفية عرقية على يعني بغض النظر عن السبب. طبعا همس بعض المشبوهين أغلبهم شيعة أغلبهم شيعة هؤلاء أغلبهم من الشيعة هذا يفسر يعني يدفعنا إلى نشكك بأن هنالك يد طائفية قد تكون هي وراء عمليات الاستهداف المقصودة. لماذا يتم فقط استهداف هؤلاء؟ في النهاية المسؤولية تقع على. شلون تعلق لي على هذا اللي يقول أن لإيران يد في ذلك؟ طبعا هذا مهزوم. أنت اليوم اللي يبرر خطأ نبات اللسان عادة يبرر فشله يلقي بالذرائع والتهم لجهات أخرى. اليوم اللي يريد يجد له يعني مستمع يكون يتكلم عن إيران، ينتقص من إيران حتى تتناول هاي الفضائيات المأزومة التي تريد بشكل أو بآخر إلقاء اللوم على الجمهورية الإسلامية. اليوم الجمهورية الإسلامية حقيقة في وادي وهؤلاء في واد آخر. هؤلاء يعني ما يأثرون، لا يتم تأثيرهم بشكل نهائي عن دور الجمهورية وتأثيراتها. محاولة فاشلة حقيقة. أستاذ علي، الأجواء العراقية محتكرة من قبل الأمريكان والبريطانيين، وهم اللي ينطون الضوء الأخضر للكيان الصهيوني بقصف مناطق في العراق تستهدف من خلالها الحشد الشعبي قواتنا الأمنية. يعني إحنا ليش ما يتم دورات التدريب خارج هذه الدول التي أثبتت أنها تميل إلى
لصالح الكيان الصهيوني على حساب العراق. سبق ذكرنا قلت لك انه امريكا فقدت الارض بوجود الحشد الشعبي اللي هو يعتبر القوة الكبيرة بالعراق، والقوات الأمنية الباقية المتبقية همين يعتبر الأرض صارت عراقية. القواعد الأمريكية والأمريكان يعني نهائيا سيطرتهم فقدوها بالعراق أرضا، أما بقعتهم الجو فيبقى الجو يبقى هم مسيطرين. يعني في جائز في نية أمريكا إنشاء حرب قادمة، زرع فتن، تحركات أخرى حسب ما ذكر الأخ هنا، أنه أكو بعد بعض المناطق أنه أمريكا مسيطرة عليها بحماية داعش، لحماية لحد الآن عوائل وقوات داعشية أنه أمريكا مسيطرة عليها وما تقبل أحد يوصلها ولا يصورها ولا يقصفها. يعني معناها أنه أمريكا تعتبر هاي ورقة أخرى ضاغطة على الحكومة العراقية، تعتبر خطر موجود، لذلك تحب أو تحاول الحفاظ على الجو اللي بقى فقط جوعتها، فقط الأجواء اللي هي تتحكم بها على العراق، أما أرضاً سيطرتها صفر. ما عدا اي سيطره ارضيا فقط جو. طيب سار حسين، ليش ما سمعنا اكو تحقيق انفتح من قبل على الاقل وزاره الخارجيه؟ يعني ربما لما نذكر الحكومه العراقيه نذكرها بالجمله، لكن على نحو التفصيل الخارجيه ليش ما عملت دور الدفاع؟ ليش ما عملت دور الحكومة العراقية وأذرعها الخارجية؟ يعني باعتبار أن هذا مواطن عراقي يخص الخارجية العراقية وكفاءة عسكرية يخص وزارة الدفاع. علاقة الحكومة العراقية بالحكومة الأمريكية هي ليست متوازنة، يعني مرجوحة، واضح اليوم كيف راجحة للإدارة الأمريكية. هي لا تعتبر الحكومة العراقية نظيرة لها، بالتالي ممكن أن تعاملها بندية. لو كانت أي دولة في العالم يعني لا تقبل بعد تكرار هذه العملية، ولا قطعت علاقتها بشكل واضح بالجيش الأمريكي على الأقل، ولا ترسل له مقاتل واحد مع تكرار عمليات الاستهداف، وهذا يفسر فشل هذه الدورة. هي لا تستطيع على الأقل، أنا إذا أريد أحكم على هذه الدورة، أنت عندما ترسل لك، أنت عندما ترسل ابنك للمدرسة وهذه المدرسة ما توفر له الحماية ودائما يعتدى عليه، تحكم بشكل واضح ان هذه المدرسه فاشله لا تستطيع ان توفر حمايه لابنائنا، فبالتالي بالتالي لا اتعامل مع هذه المدرسه بشكل. هذا ابسط وصف اذا اريد اوصف اذا الحكومه العراقيه تريد تتخذ موقف اتجاه عمليات التدريب التي تنفق عليها اموال طائله وبدون طائل حقيقه، انه كيف ترسل ابنائنا، نرسلهم الى هذه الدورات على الأقل لا تتوفر بها حماية لهم، وبالتالي ممكن أن تتكرر هذه الحوادث. إذا أردنا أن نحسن الظن بالإدارة الأمريكية، مع نحسن الظن وهو أبعد ما يكون، نعم، بالتالي إنه نحن نستطيع أن نحكم أن المؤشرات تشير إلى أن هناك عمليات اغتيال ممنهجة من قبل، مع القرائن على أن عمليات الاستهداف أكبر بكثير من عمليات الفشل. بالتالي الحكومة العراقية هي حكومة يعني فاشلة، ليست بصدد أن تقوم بعمليات تحقيق وتشكل لجان وترسل محققين وتقابل الغراء. أن البعض يصر على تجديد ولاية هذه الحكومة. شكراً للأستاذ حسين الكناني رئيس مركز الهدف للبحوث والدراسات. شكراً الأستاذ علي الفارس الكاتب والمحلل السياسي. أيها الأحبة، كتب معد البرنامج الخاتمة التالية: الغريب أن ردود الأفعال الحكومية كانت دائما تتسم بغموض المغزى والضعف الذي يقترن بالتستر والإرباك ومحاولات التبرير، وذلك الحذر الشديد، علما أن الذاكرة العراقية لا زالت تحتفظ بملفات لا يستطيع الزمن محوها، بقصص عن طيارين قضوا نحبهم مثل العميد الركن الطيار راصد محمد صديق قائد سرب طائرات F-16 الذي لقى حتفه أثناء مهمة تدريبية في أمريكا بولاية أريزونا عام 2015، وكذلك الرائد الطيار نور فالح حزام رسن الخزعلي الذي توفي أثناء مهمة تدريبية بولاية أريزونا أيضا عام 2017. ويختتم وسوف لن يختتم المسلسل، مسلسل الاغتيالات أو الموت المفاجئ
للعقيد الطيار عمار عاصي المجمع الذي توفي أثناء دورة على طائرات بول في أمريكا، والمنسب إلى لواء 21 سرب الطيران الجوي العراقي عام 22 والحبل الأمريكي على الجرار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في أمان الله.